عشلي مع مرة أخرى. الليلة عملت الفرفوشة بعد ما كملت ملوخية، ما نجمتش نصبر على الكسكسي الجديد اللي شريته، قلت لازم نجرب هذا تحدي ليا، أسك تجي فيه الكسكسي ولا لا. باش بديت الطنجرة متاعي صبيت فيها زوز دو تاس دو ولا زوز كيسان ماء، هذاك الماء هو اللي بشي بخر، هذاك البرانسيب متاع الكويسون أفابور. على هذيك بار لا لوجيك قلت اذا كان هي تبخر وطيب السفناريه اللي هي معناها يابسه باش ما تبخرش وما طيبش الكسكسي. ان توكا حطيت هذاك الكسكسي نتاعي اللي شريته، حطيته فوق السوبور باش ما يمسش الماء، رغم اللي هو فيه سوبور زاده لهنا. الفشفوشه نتاعي اللي هي الفرفوشه ولا ديما نقولوا لها فشفوشه، عروش البسباس، انا ديجا غسلتهم وقصيتهم ونخبيهم في الكونجيلاتور ونمدهم كي نبدا حاجتي بهم. دونك لهنا جوست فردت بالكدا في البسكيس نتاعي، سكرت عليه الغطوه نتاع البريسيون. ولهنا ردوا بالكم تحلوا فانت على خاطر باش تطيب بالبخار ماهيش باش تطيب بالبريسيون. حليتها، حطيت سو مود ستيم ولا فابور وحطيتها 10 دقائق كهو. باغ لا لوجيك غزرت الكتاب، قلت اذا كان سفناريا تطيب في 13 دقيقه هذا حشيش باش يطيب في 10 دقائق. لهنا الكسكسي عملت اقل من نار طلب شويه مش برشا، زدتو شويه ملح، زدتو بالكدا ملح على خاطر البات تشرب الملح، شويه زيت ماهوش برشا باش نبسو بيه شويه، بسستو شويه بدايه. لهنا الكسكسي حاجه تقليديه، ما تجيش بالمغرفه ما تجيش بالفرشيطه، تجي باليدين باش تتفرك وتجي كعبه كعبه. صبيت عليها ماء سخون ما يقارب كاس هكاكا، وخلطت من الاول على خاطر سخون ما نجمش نمس بيديا، دونك خلطت بالمغرفه شويه. ومن بعديك حطو بيديا بالكدا باش فركتو، كي تحطو ما بين زوز صوابع يديك ولا ما بين كفوف يديك باش يتفرك ويخرج كعبه كعبه وما يلصقش. فوالا بعد ما طاب ستيم زمرت لي، تقعد بيريود مسكره ما تخليكش بلوكي، ما تخليكش تحلها الا ما تهدى شويه، من بعديك تعطيك سينيال باش تحلها. لهنا شوف الفرفوشه ديجا طايبه اكثر من نص طياب، هيك شحاشنا بها ما حاشناش بها باش تطيب بالنسبه لي انا طايبه بالكدا. لهنا زدتها صبيتها على الكسكسي، نورمالمون في الطياب العادي ظهر لي يحطوا الكسكسي فوق الفرفوشه ويكملوا يطيبوها، مالا لهنا حبيت الكسكسي ياخذ الجو نتاع نتاع الحشيشه ونتاع العروش البسباس، و او ميم طون الماء نتاعو يعاون في التطيب. على خلطتها مليح 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 كيف كيف زاده بدايه. لهنا كيما تشوفوا عيط الراجل باش يشد لي تليفون باش نوريكم كيفاش تفركوها بيديكم. هذاك هو اصلا سر الكسكسي، انك تفركو بيديك مليح باش ما يطلعش معجن ويطلع لك كعبه كعبه. وفرغته في الكسكاس ويدي على قلبي، خايفه انه في الاخر ما ينجحش والا تعبي يمشي هكيكه ولا يتبلبس. ان فيت سيتي لو كونترير، سكرت عليه الغطوة متاع البريسيون كالعادة، وما تنساوش تحطوها في فانت، و حطيتها ستيم كالعادة كيف كيف ستيم، كل شيء بشي تطيب بالفابور. ما زدتهاش ماء أصلا، خليت الماء اللي بقى من الطياب الآخر وحطيتها تطيب لمدة 15 دقيقة. انتخو تان بديت نقص في الخضرة متاعي، هنا قصيت بصل وثوم وفلفل وطماطم. اون فيت هي شكشوكه، تقص خضره نتاع شكشوكه، احنا نقولوا لها شكشوكه نتاع الكسكسي، ما الفرفوشه تطيب في الشكشوكه ولا كسكسي بعروش البسباس. لهنا شوفوا الكسكسي طاب مصلي على النبي، صدقوني البنات سون اكزاجيراسيون، حبه الكسكسي طايبه، شوفوها بيضه طايبه طريه، تحطها في الفم طايبه سي 15 مينوت largement suffisant باش طيبها وباش ولات اكويسون بارفيت. شوفوا لهنا حتى كي نحرك فيها كعبه كعبه ماهيش معجنه، للحق كي ساعات كي نقديوها في الكسكاس تتعجن من لوطه. نحيت الكسكاس وكل شيء، طنجره غسلتها ورجعتها، صبيت فيها الزيت وحطيت فيها البصل متاعي، حطيتها لمده في مود سوتي ميد هاي مي هاي ولا شنو ميديوم هاي،
لهنا صبيت شويه بواغو. الحق نتاع ربي هو ما يجيش بالبواغو، ما انا نحب مطعم البواغو برشا ونحبه في الكسكسي، شفتو نعمل كي نعمل كسكسي بالخضره نحط فيه البواغو. زدت الفلفل ساغست ان شوارا، وتنجموا ما تعملوش البواغو تعملوه بصل عادي. زدت الفلفل نتاعي لهنا، زدت كعبات الطماطم، ماهيش ضروريه زاد كعبات الطماطم. الثوم جي بريفيري اني نقصو ايمانسي هكا شويه كثير من المغطس باش يعطي النكهه نتاعو. مغرفه ونص طماطم حطيت، تحب تنجمو تحطو اقل تحطو اكثر لا ما ننصحش. مغرفه هريسه عربي مرقت عليهم شويه ماء على خاطر كيما نقولو نعاود الطماطم ميزمش تتقلى في الزيت ديريكت، ماهيش صحيه. لهنا زدت الفحات نتاعي، هذيك تابل، شويه فلفل اكحل، شويه فلفل احمر، نص مغرفه كركم، شويه فلفل اكحل. الكرويه ما طيبهاش ديما، على هذاك حطيتها في حكه وحده، دونك حطيت حكيت مغرفه صغيره ولا نص مغرفه صغيره كرويه والملح، وخلطت مليح. قعدت نخلط خليتها تقلى. انا ديما نمرق بالماء سخون، مرقت بالماء سخون ولا حركتها. لهنا ما غطيتهاش، ما حطيتها سوزوكا مود على خاطر الشكشوكه نتاعها طيب كالشكشوكه كيما فوق المقله، دونك حتى كان طيبتوها على الغاز اون باراليل سا مارش، ما انا حبيت كل شيء نعمله 100% من جافودي. ولا لهنا بدات تطيب، زدت لها شويه ماء. الصوص نتاع الفرفوشه ولا هي الكسكسي بعروش البسباس تجي خاثره شويه ما تجيش شاريه. فوالا لهنا حضرت، صبيتها عليها وبديت نخلط فيها، يد في الكاميرا ويد تخلط على هذاك، ما نجمتش نخلط مليح. ما كي نحيت الكاميرا كي نحيت التليفون خلطتها مليح مليح، لما ديت فرشيطه حسيتها تتخلط بالفرشيطه خير. فوالا خلطتها بالقدا بالقدا، ما شاء الله طابت مليح، شربت مرقتها، جيت محرحرة ممزوزة. لهنا عندي قرنين فلفل فوحتهم وحطيتهم، قلت انا كملت نكمل كل شيء في النينجا فودي. حطيت لهم غرفة زيت ورشيتهم بشوية زيت وحطيتهم اماد اير كريسب لمدة يمكن 5 دقائق، حتى ما كملتهمش 7 دقائق، حطيت 7 دقائق من بعديك حليت عليها في 5 دقائق. ولا شوفهم كيفاش طايبين، صلي عني بي. ولا الكسكسي متاعي حضر سانز اكزاجيراسيون، سي ان ديليس، بنين برشا. صحة وبشفاء وبسلامة.